رحبوا معايا بالصديق العزيز الداعية فضيلة الشيخ حازم جلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أستاذ تامر وأستاذ المشاهدين. ازيك يا شيخنا؟ الله يعزك ويرفع قدرك، إن شاء الله متفائل خير. ربنا يعزك يا حبيبي، والتفاؤل في وجه ربنا دايما عمره ما بيجيب حاجة وحشة. صحيح. وتفائلوا بالخير تجدوه زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال. وأجمل حاجة فيك دايما بتدعو لنا التفاؤل هي ابتسامتك الحلوة اللي موجودة على الوش، واللي الحقيقة أنا بحييك عليها يا شيخ حازم بجد، بعيدا عن يعني ذكر الآخرين، بس أنا دايما من أنصار إنه الدين جميل. مظبوط. والدين يدعو إلى الحب والسماحة والبشر والابتسام، وإن أنت تعيش حياتك سعيدا مش عبوسا قمطريرا متجهما. صحيح. فالحقيقة حاجة من الحاجات الحلوة اللي زي ما بيقولوا كده الجواب بيبان من عنوانه، دايما الابتسامة مرسومة على وشك، وده احسن دعوه للدين. وكيف لي انا ابتسم وانا في حضره الاستاذ تامر؟ العفو العفو. لا ده كده كده يعني ذوق وادب منك، لكن والله فعلا مشكله كبيره عند بعض من ينتمون الى الدعوه، ان هم فاهمين ان الدين تجاهم وعبوس وكذا، وده للاسف بينفر الكثيرين من فلسفه الاسلام. بعد الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف النبيين وخاتم المرسلين ورحمه الله العالمين سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الامين وعلى آله وصحبه أجمعين، سر الأسرار ونور الأنوار وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله والله يصلي وسلم دائما أبدا عليه وعلى آله وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. من فلسفة الإسلام وفلسفة الدين أن جعل التبسم صدقة، فقال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. الله. شوف الله. التبسم صدقة. صحيح. بس ما بالنا بفعل الخيرات والصدقات. أحسن. والمصارعة في الخيرات. أحسن. وخلي بالك زي ما قلنا قبل كده أن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم في فعل الخيرات بالذات، لك فاستبقوا. نعم. الخيرات. نعم. أي في سباق دائم، الإنسان في سباق مع الخيرات. طب هو الحديث الشريف اللي حضرتك تفضلت بيه دلوقتي عن سيدنا النبي صلى الله خاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. صدقة. يعني هنا احنا بنفتح الباب قدام فكرة انه ربنا وسيدنا النبي عايز يقول اذا كنت عايز تتصدق ادي اول واسهل الطرق. مظبوط. اول واسهل الطرق، لا هتطلع فلوس ولا جهد ولا مجرد بس ابتسم في وش اخوك. ده حتى للذي لا يملك شيء. صحيح صحيح. فما حرموش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شفت هي دي الفلسفه. احسنت. ما حرموش. أحسن. قال له ان تلقى اخاك ولو بوجه ايه؟ طلق، يعني وجه متبسم. مظبوط. ما للناس ان هو يراني بوجه عبوس قمطرير؟ ما للناس ان هو يشوفني زعلان حزين؟ انا مالي ذنبي ايه؟ صح. ذنب حضرتك ايه ان انا اشوفك؟ مش عايز طبعا اخليك تمسي على الاخرين، بس يعني بعض الشيوخ وبعض الدعاء ما هم عارفين الحديث ده اكيد اكتر مني ومنك. يعني ليه دايما كانوا متجهين لفكره انه الدين يصعب الحياه ويخلي المؤمن في شقاء وفي عبوس وفي تجهم، مع ان الدين يسر والدين سهل والدين قال له فبما رحمه من الله لنت له. هي دي القضيه. صح. ولا كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حب، بس القضيه عندي لنت له. صحيح صحيح. هي دي القضيه. فاللين ده والسير السير الاسلاميه كلها بتتكلم عن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يعني لا يمل من الابتسام في وجوه الناس صلى الله عليه وسلم، حتى لمن ياذوه. وجد امراه كبيره، قال لها لا كبرتي. فالمراه غضبت قوي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ودعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فانت بتدعو عليا يا رسول الله؟ قال لا، بل ادعو لك لا كبرتي، يعني انت مش هتكبري، يعني هتخش الجنه بكره ان شاء الله. الم يكن ربنا سبحانه وتعالى فجعلناهن ابكارا عربا اطرابا. شوف المدعبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. من لينه صلى الله عليه وسلم ان جعل امرنا بالصدقه والانفاق. صحيح. من لينه صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقه تطفئ الخطيئه كما تطفئ الماء النار. صحيح صحيح. خطيئه. صحيح. الصدقه تعمل كده، لا سر عظيم. اذا اول الطريق مجرد ابتسامه. صحيح. ده لمن لا يملك. صحيح. فما بالك بالذي يملك. بالذي يملك. الله يفتح عليك. هنا ربنا لك فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم على القوي، ولك ومن يوق شح نفسه. هنا بقى القضيه. أيوة. فاولئك هم المفلحون. هنا بقى دخلنا في المرحله الثانيه. في المرحله الثانيه. الذي يملك عليه انه يجاهد نفسه، يوق شح نفسه. بالظبط كده. ده جهاد نفسي مش كده؟ جدا. ولذلك ربنا لك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم الله السخي قريب من الله،
قريب من الجنة قريب من الناس، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة بعيد من الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعيد إيه؟ بعيد من الله ومن الناس. آه، وقريب منين؟ من النار. يا ساتر. هي يا دي القضية، هو بخيل. صحيح. ما نرى تعالى. صحيح. هنا بقى فكرة التصدق يا شيخ حازم محتاجة قبل التسليم، التسليم بالأمر الإلهي والطاعة، محتاجة يقين. صحيح. مش كده؟ مظبوط. لأن عمرك ما هتطلع جنيه إلا وأنت موقن إنه أولاً الجنيه ده مش لحازم. مظبوط. تمام. ده لله. صحيح. رقم اتنين إنه ربنا هيخلفه عليك مش جنيه، عشرات ومئات وآلاف. من المعطي؟ ربنا سبحانه وتعالى. الله. من الواهب؟ الله. الله. عال قوي. الذي وهبك والذي أعطاك هو الذي أمرك بالإخراج. ساعة أن تخرج يؤتيك الله سبحانه وتعالى. لذلك قال في الحديث القدسي: أنفق أنفق عليك. الله. أفتق عليه. مش المعادلة ماشية إزاي؟ لذلك في سورة يقول لك: وآتوهم من مال الله. خلي بالك القضية منسوبة فين؟ من مال الله الذي آتاكم. وفكرة مال الله دي فكرة مهمة قوي. أيوة. عشان طبعا الناس برضو تبقى عارفة، سواء الأغنياء ولا المليونيرات ولا المليارديرات، معرفش اخترعوا حاجة فوق المليونيرات ولا لأ، المليارديرات، إنه رغم إن كل الفلوس دي بتاعتك، بس هي في النهاية ربنا مستخلفك عليها. دي فلوس ربنا، نعم ربنا. أيوة بالظبط. فبالتالي أنت مستخلف عليها مش مالكها. أجيب لك الشاهد: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يلا. يا سلام عليك. شفت القضية؟ مستخلفين فيه. لذلك أنا أشفق على الذي يكنز المال. ليه؟ لأن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الإمام ابن ماجة في سننه من رواية سيدنا معاذ وغيره، أن سيدنا قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الاثنين. أمال إيه؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. الله يفتح عليك. والله حلال لا يقبل إلا حلال. الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب. ده حديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. لا، أصل أنا بركز على النقطة اللي فضلتك قلتها دلوقتي، اللي هي من أين اكتسب وفيما أنفق. ليه؟ لأنه للأسف الشديد في ناس، ومش عارف هي يعني فاهمة إنها بتضحك على ربنا، إنها للأسف بتكتسب من أمور مشبوهة وأمور حرام، ويجي يقول لك: بس انا هطهر المال بان انا ابني جامع، وان انا اتصدق، وان انا حج، وان انا اعمل عمره، وان انا ساعد غلام. لا فائده فيه ولا ثمره مرجوه من ورائه. والدليل على ذلك قال سيدنا صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه بعض اصحاب السنن: من جمع مالا من حرام ثم تصدق به لم يكن له به اجر وكان اثمه عليه. يا خبر ابيض. الله طيبا. بالزبط. ان الله طيب لا يقبل الا طيب. ان الله طيب لا يقبل الا طيب. قاعده معروفه. فبالتالي مفيش صدقه الا من مال طاهر حلال. بالظبط كده. مفيش خير الا من مال طاهر حلال، لان الله قال ذلك: قالك يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح اني بما تعملون عليه. لذلك يا استاذنا الكريم دكتورنا الكريم، ربنا يقول لك: والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجل خائفه. نعم. انهم الى ربهم راجعون. اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ياه. فستنا سيدنا عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وجلة يعني خاف؟ قال: خائفون من ألا يقبل منهم. يعني مع ذلك ينفق ويعطي وتصدق و و و لكنه خائف. صحيح. من ماذا خائف؟ أن يكون فيه مع العمل فيه رياء، أو الله سبحانه وتعالى لا يقبله. نعم. لأنك ستحاسب. من الذي سيحاسب؟ الإنسان إذا مات يتبع ثلاثة، كما أخرج وأورد ذلك بعض أصحاب السنة. إذا مات الإنسان، والحديث أخرجه الإمام الترمذي، إذا مات الإنسان أتبعه ثلاثة: المال والأهل والعمل. يرجع سنة يبقى واحد. يرجع مين؟ الأهل. صح. لا، وحضرتك قلت الجملة المهمة المفصلية، إنه مين اللي هيحاسب؟ ربنا سبحانه وتعالى. فمش عارف تضحك عليه. فين؟ يعني أنت ممكن تضحك: أنا عاملها لوجه الله، ماشي أنا هصدقك، بس ربنا علام القلوب وعلام النوايا مش هتضحك عليه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. إيه تغيض الأرحام دي؟ تغيض الارحام يا رب السقط. يا اللي الرحم يلفظه فيخرج، يقول لك يعرف في العلم حديث بيقول لك ده نزل سقط. وله انواع طبعا، ده متعدد في علم ربنا، المتكرر واللي كذا واللي كذا واللي اضطراري، مش هنشرح فيه. طبعًا. الله يعلم ما تحمله كل انثى وما تغيض الارحام، وما تزداد، واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال. لذلك يا استاذنا الكريم، من المشاريع اللي باب جنة عاملاها بصراحة مشروع كبير جدا جدا، يعني اللي هو ستر ودفع. نعم.
مشروع عظيم قوي 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 قوي. ده ليه؟ اللي هو الوقف الخيري. طبعا. لا وكذلك ايه، وزع البطاطين على الناس، طبعا الاسقف على دي الناس. مبادرات ممتازه، لكن المشروع الحقيقه حضرتك احسنت بذكر ان هو زي ما علمونا زمان في علم المنطق كده، في حاجه كان قالها مش عارف ارسطو باين ولا ارسطو ايه، اللي هي جامع مانع. صحيح، جامع مانع، حكم جامع مانع. حكم جامع مانع، انها جمع كل اوجه التصدق والخير والعمل والاجتهاد والديمومه ومواصله صحيح النفع وكذا وكذا، صحيح ومنع عنه اي شيء لا قدر الله يشبه او يريب. صحيح. فالمشروع ده من المشاريع العظيمه جدا جدا، لان ده ستر للناس. يعني لما يكون واحد قاعد كده في بيته والسقف بتاعه مش معمول، وتلاقي المطر نازله عليه، طب انت قاعد ربنا سترك وبقيت قاعد في مكان دافئ وهادي. وخلي صحيح، بالك يعني احنا بنشوف الحاجه جايه معانا، هي ده كان ده يعني كان الوضع قبل ما تتدخل مؤسسة باب جنة، صحيح وضع مزري الحقيقة. انتوا شايفين، بس قبل ما تسيبوا من سيبكم من العفش والحاجات اللي مش موجودة أساسا، بصوا الشمس داخلة منين؟ مفيش سقف. مفيش سقف، ده هي على باب الله، على الله على خالص. باب الله، صحيح. مفيش سقف. يعني شوية مطر زي اللي نزلوا امبارح ولا النهاردة يغرقوا لهم البيت صحيح. ويعيوهم ويخلوهم يرقدوا وبتاع، والواد الصغير ده ربنا يبارك لهم فيه. هنا بقى بعد ما تدخلت ايادي الخير من خلال مؤسسة باب جنة، صحيح. تم طلاء المنزل بالكامل وتم وتم إطلاء تسقيفه، وفرشه تم وتسقيفه. تسقيفه، هو ما بقاش فيه اي شمس ولا اي يعني فجوة طالعة للسقف، ثم تم فرشه بفرش محترم بسيط قادر على ان يحفظ عورة الناس وأدميتهم. وهنا بقى استاذنا اذكرك واذكر المشاهدين بحديث سيدنا رسول الله صلى الله صلى عليه الله وسلم، عليه من وسلم. ستر مسلما ستره الله، الله أكبر، الله من أكبر. ستر مسلما ستره الله، ومن اعان مسلما اعانه الله، نعم. والله في عون العبد ما دام ما او دام ما كان العبد في عون في عون اخيه. أخيه. يعني ايه العون؟ ان انا اعينه على هنا فعل هنا الطاعه. بالمناسبة طبعا، وحضرتك أستاذنا في دي، أخيه مش اللي هو أخويا وابن أمه يا أبويا. لا، أخي في الإنسانية. في الانسانيه في كلها، الإنسانية، لأن أنا لما بتصدق أنا ما أعرفش بل تصدق إطلاق يروح لمين. كلمة المسلم عامة تشمل جميع الناس. تمام تمام أحسنت في علم الحديث، أحسنت في علم أحسنت. الحديث خلي بالك. فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. الإنسان إذا كان في عون أخيه كان الله سبحانه. وهل ربنا سبحانه يعني إيه كان الله في عونه؟ أي عطاء الله. أنت تخيل لما يكون ربنا في عونك، أنت عايز الناس تغمض عينيها وتفهم بس معنى الكلمة دي. بالظبط. يعني أنا بقول لك، لو أنا داخل على ورطة، لو أنا داخل على خناقة، صحيح. وقلت للشيخ حازم والنبي خليك جنبي، والشيخ حازم ده جامد وبتاع، انا سنشد كده ببقى مطمن. عضدك باخيك صح، ونجعلكم انا مطمن الشيخ بالظبط. حازم ده فتوه كده، اللهم صل على النبي، الله يخليك. واكل كويس وتمام. فبقى مطمن. فما بالك بقى لما ربنا يقول لك انا في عونك، عايز حاجه تانيه؟ هي دي العنايه والحمايه والحراسه والكفايه. لذلك يقول القائل: واذ العنايه لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن امان. الله 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 الله، احسنت. هي دي صحيح العنايه الالهيه. صحيح، العنايه الالهيه الله يفتح هي اللي عليك. بتحرسك وهي اللي بتحميك وهي اللي بتسترك. عناية الحق سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ من سبب فعلك للخيرات، المسابقة في الخيرات. ألم يكن ربنا في الحديث القدسي: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك يا رب العالمين وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان، أما إنك لو طعمته لوجدت ذلك عندي. استسقيتك فلم تسقني. لذلك يا أستاذ تامر، هلم جميعا بصدق والله إلى فعل الخيرات والمسابقة. هو ده الباقي، هي دي الباقيات الصالحات. باقيات الصالحات، هي دي. احسنت. ورد في الاثر، وان كان في سنده مقال عند ابن عساكر، ان حوريه مرت على ملك يبكي في جنه المأوى. قالت: ما يبكيك وما في الجنه بكاء؟ قال: تجرأت على ربي فسألته ان يعطيني مده 70,000 جناح ومده 70,000 سنه. قالت له: لما؟ قال لها: لاقطع عرش الرحمن. وها هي المدة قد انقضت وما زلت عند جنة المأوى. قالت له: أتدري كم قطعت؟ قال: لا. قالت له: لقد قطعت جزءا من 70,000 جزء من نصيب أبو بكر الجنة. الله 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 الله. سيدنا أبو بكر اللي هو كان بيعمل إيه؟ من أصبح منكم يوما صائما؟ قال: أنا. من أصبح من عاد منكم مريضا؟ قال: أنا. من أصلح بين المتخاصمين؟ قال: أنا يا رسول الله. والحديث في الصح. الله. بفعل الخيرات. طيب تعال نروح نشوف المزرعة، الوقف الخيري، وهذا المشروع الممتاز اللي كنا بنتكلم حضراتكم عنه من شوية لمؤسسة باب جنة، اللي جمع كل أوجه التصدق والخيرات والمنفعة المستمرة الدائمة، لعل الله يتقبل من كل المحسنين الذين شاركوا في تأسيسه وإنشاؤه واستمراره،
وكل المحسنين الذين سينضمون إلى قافلته. عماد حسني ياسين من مزرعة باب جنة على الطريق الصحراوي الغرب. أنا هنا مسؤول عن المزرعة. مزرعة مساحتها مبدئيا 50 فدان، تم زراعة 2 فدان مرحلة أولى من أجود أنواع النخيل وهو النخيل البرحي. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. فغرس النخل ده فيه مصالح وفيه فوائد عامة وفوائد خاصة، فديت إن شاء الله بتبقى حاجة صدقة جارية، واللي بيعمل حاجة صدقة جارية بتبقى ليه يوم القيامة. المرحلة الثانية بإذن الله هيتم زراعة كمية برضو أكبر بحيث إن نغطي في العام القادم كل المزرعة تغطى من النخيل. وجو والمناخ هنا في منطقة ألمينيا هو بيساعد على إن النخل دوت يقوم بسرعة. في المزرعة برضو إحنا زرعين كمية من الزيتون العجيزي ما يقرب من حوالي 15 فدان من أنضف أنواع الزيتون، فهو ده اللي بنحرص عليه، وبإذن الله هيبقى يعني شغل كويس وتبقى المزرعة دي جنة. حازم، مشروع للحاضر وللغد، مشروع من اجمل المشاريع. وخليني اقول لك استاذ تامر، هذا المشروع يحتمل فيه النخيل وفيه الزيتون، وهذا يعود بالنفع على من؟ على الناس جميعا. وعائده دائما نقول انه يخش في مشاريع اخرى لخدمه الناس ولخدمه اهلنا من الفقراء والمساكين. فعاوزين دائما في هذه المؤسسه اللي هي شتاء بالعناء ان نستر الناس، فمن ستر مسلما ستره الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأخيرا أقول كريم رسول الله والله أكرمه، فالفقير بين الكريمين يحرم، لا والذي خلق الأكوان من عدم لا يحرم الفقير من الكرم.